هم وظيفة كونية هائلة. ولا بالكم هالكون هذا للعلماء قاعدين بتكلموا اليوم عن الأبعاد الهائلة في قضية السنوات اللي بتبعد مثلا 13,000,000,000 سنة الضوء على الطريق من بعض النجوم. 13,000,000,000 سنة 13 مليار يعني سنة والضوء جايك على الطريق. شو هالأبعاد الهائلة هاي؟ وحنا سبق قلنا انه انت لما تقول واحد بيكون الضوء لف حول الكرة الارضية 7 مرات ونص. لما تقول واحد حول الكرة الارضية 7 مرات ونص، طب ب13,000,000,000 سنة قديش بيكون؟ يعني بمعنى لما قلنا مجرة درب التبانات فيها 100,000,000,000 نجم، هاي مجرة واحدة، وفي بيعرفوا العلماء 100,000,000,000 مجرة، ومجرة درب التبانة هاي اللي احنا فيها حتى يقطعها الضوء من طرفها لطرفها 100,000 سنة على الطريق. يعني من يوم من خلق آدم للآن الضوء من طرف المجرة لطرف المجرة ما وصلش، لأنه ممكن يكون آدم بحدود 100,000 سنة ماشي. من يوم من خلق آدم الضوء هذا اللي بسرعة ايش، وخلينا أرد أكررها، ما احنا قلنا من هون للقدس قديش، هاي بتفهموها أحسن، من هون للقدس 15 كيلو. لما تقول أنت واحد بيكون الضوء راح على القدس وأجى 20,000 مرة بس بكلمة واحد، 20,000 مرة راح واجع القدس. ها قديش لو بدنا نمشي بالسيارات هاي قديش بياخد معنا في السيارات اللي بتعرفوها؟ طب 20,000 مرة بيكون راح واجع القدس، هذا لما يمشي 100,000 سنة بس في مجرد ضرب التبانة. طب كله هذا ليش؟ وشو مهمة الانسان بعدين؟ الانسان ليبلوكم ايكم احسن. اذا فيها درجات على فكرة، وفيها ملك نعيما وملك وشك. طيب كمان جابوا خبر اليوم انه 2,000,000,000,000 مليار 2,000,000,000,000 مجرة. طيب هيا شفتوا قديش كنا متأخرين في العلم. هاي اليوم بيقولوا 2,000,000,000,000 مجرة، ويا ما يقولوا الانسان قاعد ايش. ما هو اليوم اذا بتقرأ لك كتاب قبل 10 سنين في علم الفلك او غيره من العلوم هاي بيكون قديم العلم، صار بيكون العلم صار قديم بشكل في تسارع لذلك لما الانسان بوصل على فكرة يبدو للقمة بنقول انتهى، الله يعطيك العافية، حققت الخلافة في الأرض، الآن بيّن من أحسن عمل، وهالتفاصيل هاي كلها تفضلوا هناك هاي بدنا نبدل الخلق كمان، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات من أجل قيامة التفاصيل هاي سبق احنا أشرنا إلى بعضها في دروس سابقة. إذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.